سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى. The Witcher 3 Wild of Hunt. نعود إلى تثبيت المضاد، هذا المرة نعود إلى النسخة الأخيرة Next Generation الإصدار 4.03، وهذه المرة مع موجه الأوامر المناسب لهذه النسخة. موجه الأوامر وحدة تصحيح ديبو كونسل، سميه ما شئت. المهم أنه نافذة تسمح لك من خلال إدخال الأكواد بالتعديل على قدرات جارد، إضافة نقاط المهارة، إضافة رفع المستوى، إنزال المستوى، استدعاء عتاد معين أو سلاح أو درع من اللعبة، استدعاء وحش، أشياء رهيبة يمكنك القيام بها. قل بلغ الأمر أن تقوم بتختيم اللعبة، بعض الأحيان تستطيع إنهاء اللعبة باستحضار الكود المناسب، وهذه الأشياء كل جربتها. بدون إطالة نبدأ في طريقة يعني تثبيت هذا المود. لا الحقيقة لا يحتاج إلى تثبيت، تابع معي. بداية ستدخل على الرابط الذي تجده أسفل الديسكريبشن أو في الوصف، تقوم بتحميل هذا الديبوغ أو وحدة التصحيح أو ديبوغ كونسول، تقوم بتحميله من الرابط. بعدها أنا عندي موجود هنا، ها هو، تقوم باستخراج هذا الملف، هذا بن، تقوم باستخراجه هكذا، عفوا، هذا مباشرة، ثم تأخذه إلى هنا نسخ، أو دعني أنسخه هكذا، هنا من ملف اللعبة أوفن فايل لوكيشن، فتح مكان اللعبة، هنا داخل مجلد اللعبة أين يوجد ملف بن، تقوم بلصقها هكذا. طبعا إذا طلب الاستبدال ستوافق على الاستبدال فقط، هكذا تم تثبيته. الآن بقيت كيف يعمل. كيف يعمل؟ يبد أن تعرف ما هي الأزرار التي تقوم بتشغيله. الأزرار التي تقوم بتشغيله موجودة هنا، ها هي الأزرار، لاحظ إشارة المد هذه، F2، هذا الذر، أروباس، هذا الحرف، إذن هذه معظم الحروف المستعملة، لكن في الغالب تجده إما المد هذا أو F2. أنا في الغالب أجد F2، إذن ستجده أحد هذين الذرين، F2 أو أحد هذين المفاتيح، يعني F2 أو هذه المد، حرف المد هذا. بعض الأحيان إذا لم يشتغل قم بتبديل، يعني تكون مثلا لغات لوحة المفاتيح إدخال عربية، أرجح فرنسية أو أرجح إنجليزية وجرب. وقلت في الغالب F2 أو المد. ندخل إلى اللعبة ونباشر. إذن هي هو الإصدار 4.03، هذا آخر إصدار، سنجرب إذا كان سيعمل. إذن هذا هو جيرد أوف هانت. نجرب بعض القوى. إذن قلنا F2 أو علامة المد هذا. إذن علامة المد لا تعمل، أجرب F2 أيضا لا تعمل، سأغير اللغة لا تعمل. إذن أنا بالنسبة لي حرف ذال، حرف الذال، أو يعني دائما الذر الموجود تحت إشابت، هذا حرف المد. لاحظ أنا غيرت لو تلاحظون غيرت إلى اللغة العربية، لما جعلت الكيبورد أو الإدخال عربي اشتغل حرف المد. إذن هذه الأشياء دائما نركز عليها، غير اللغة إذا لم تعمل، يعني لغة إدخال المفاتيح يعني جعلها عربية أو كذا، ثم جرب حرف المد أو F2 في الغالب تجد هذين. إذن هذا هو موجه الأوامر أو ما يسمى بالديبو كونسول. الآن ندخل الأشياء التي نريدها، مثلا إضافة المال. لاحظ أنا عندي المال، لاحظ وضعت قيمة كبيرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 مراتب أستطيع أن أضيف. مثلا الشخصية أنا يعني في 96 أستطيع أن ليفل أب، مثلا سأدخل هذا الأمر ليفل أب، أعتقد هكذا ليفل أب، سأرى إذا كان ثم أصبح 97، لاحظتم أدخلت ليفل أب. إذن لو ضغطت على الأسهم، السهم الصعود أو النزول، سيعيد كتابة نفس الأمر، يعني
مثلا لدي هنا يعني مستند فيه مجموعه من الاوامر. لاحظ هذه اهم الاوامر. ليفل اب لرفع المستوى. سات ليفل هذا لادخال مستوى معين، مثلا تكون مباشره تريد انت في المستوى 3 وتريد الذهاب مثلا الى مستوى 50، اكتب هنا داخل النجمه 50 وجرب. اد سكيل بوينت، نقاط المهاره. سكيل بوينت اين هي؟ لاحظ لا ادري كم عندي من نقاط المهاره، ساجرب نقاط المهاره 85، اضيف 5 مثلا او 9 او 10 مثلا، هنا 10 سكيل بوينت نقاط المهاره. سانسخ الكود ثم اعود الى لصق. الان نتحقق، لاحظ اصبحت خمس، كانت 85 اصبحت 95 وهكذا. تستطيع ادخال جميع الاكواد. ادد موني يعني اضافه المال. اكواد خاصه يعني الصبغه او الالوان، يعني هذه الصبغه الخاصه بالالوان. مثلا هذه اسلحه، القنابل، هذه دروع وسيوف المدرسة عتاد، مدرسة القط. نعم هذه السيوف، هذه الدرع، هذا السروال، القفاز، الحذاء إلى آخره، كل موجودة هنا وبمستوياتها. تستطيع أن تجرب هذه الأكواد. إذا عندي مجموعة كبيرة من الأكواد أستطيع أن أقوم بتجربتها، لكن الغالبية يركزون على رفع يعني رفع المستوى وإضافة الأموال. وتستطيع هناك أكثر من 3000 كود تستطيع أن تقوم بتجريبه. إذا هذا بالنسبة لإضافة الأكواد أو تشغيل الأكواد في هذه النسخة. إلى هنا إخوان أقول لكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.